ازيكم؟ جولتنا النهاردة من وادي الحيتان هي جولة سريعة جداً ومهتزة وقديمة من فبراير 2017. وادي الحيتان بيقع في محافظة الفيوم، هو جوه محمية وادي الريان اللي هي معروفة بالشلالات بتاعتها. الوادي الحيتان هو بعد الشلالات دي، وكمان بعد البحيرة السحرية الشهيرة. على فكرة ديت مش طبيعية، هي صنع بشري. وادي الحيتان بيبعد عن القاهرة 150 كيلومتر، هو محمية جوه محمية وسط الصحراء في الفيوم، فلازم عربية 4x4 أو دفع رباعي، وكمان يبقى معاك دليل. محمية وادي الحيتان هي مصنفة كمنطقة تراث عالمي من قبل اليونسكو من 2005، وهي مكونة من جزئين، متحف مغلق ومتحف مفتوح. وهنبدأ جولتنا في المتحف المغلق، أو كما يعرف رسمياً بمتحف الحفريات وتغير المناخ. اللي قدامنا ده واحد من أهم الهياكل والحفريات اللي اتلقت في مصر، الهيكل الكامل للحوت الباسيلوسورس، وأخيراً نطقتها صح. الهيكل دوت تم اكتشافه عبر 2005 في وادي الحيتان على يد فريق من جامعة ميتشيغان الأمريكية. هو طوله 18 متر، هو اسمه العلمي باسيلوسورس أيزيس أو باسيلوسورس زيس، وده طبعاً عشان تم اكتشافه في مصر. وعمره يقدر ب 37 مليون سنة. أيوة، 37 مليون سنة. تم بناء المتحف نفسه حول الهيكل، والمتحف الذي تم افتتاحه عام 2016 كان من تصميم المهندس المصري جبرائيل ميخائيل. المتحف كان من منحة إيطالية، وقام ببنائه بتعاون مع الحكومة المصرية برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ونرجع تاني للباسيلوسورس، وده نموذج لجمجمته عن القرب. هو دوت نموذج مش الحقيقي. ونروح بقى لحفرية تانية، وده مفروض حفرية كاملة لهيكل كامل لحوت الدرودون، ومش عارفة ايه اللي حصل له ان ينتهي بيه مكعور. الصراحة الكعورة دي، الدرودون هو النسخة المتطورة من البلاسيوسورس، بس هو على فكرة كان عايش في نفس الفترة بتاعته. هو تم اكتشافه أول مرة في التاريخ كان في وادي الحيتان في مصر في القرن ال19. الدرودون كان عايش في العصر الأوسيني بين 40 ل33 مليون سنة قبل الميلاد. ودلوقتي شوية أصداف في عصر ما قبل التاريخ، وهي شكلها ما تغيرش قوي على فكرة بعد ملايين السنين دي، عاملة زي الأصداف الموجودة حاليا. وده بقية المتحف. زي ما انتوا شايفين هو شكله دائري على حوالين البلاسيوسورس، وأنا تقريبا ركزت على التصوير الفوتوغرافي عن الفيديو. إلى الفك السفلي للحوت البروتيرسيداي أو الحوت الأولي، وعمره بين 41 و40 مليون سنة. إلى بقايا القفص الصدري لحوت الدرودون أتروكس من العصر الأوسيني، وهنا بقى بقايا يد الحوت أو الأطراف الأمامية لحوت اتلقت في وادي الحيتان. وإحنا زي ما شايفين هي طويلة شوية، بس هي كانت جوه زعانف في الحيتان من ملايين السنين. هنا بقى بقايا جذور شجرة المانجروف متحجرة وجدت في الوادي، وبعدها بقايا حفريات سمك من العصر الأوسيني من 37 مليون سنة، وتحتها في قالب داخلي لسلحفة متحجرة، تحتها مجموعة من الشعب المرجانية المتحجرة، وإلى جوارهم جذع شجر متحجر، وفوقه مجموعة من الأصداف البحرية من العصر التباشيري والعصر الأوسيني، وجنبهم كابورية متحجرة. إلى بقايا الهيكل العظمي لعروس بحر وادي الحيتان اللي عمرها بيعود ل 37 مليون سنة قبل الميلاد من العصر الأوسيني الأوسط. وعروس البحر دي هي الجدة الكبيرة للدوجنز اللي موجودين في البحر الأحمر.
وده نموذج لجمجمة عروس البحر في العصر الوسيني مقارنة بجمجمة الدوجن حاليا. روح بقى للمتحف المفتوح. من أكتر من 40 مليون سنة المنطقة دي كانت جزء من المحيط اللي كان موجود قبل ما قارات العالم تنفصل. عام 1902 تم اكتشاف أول هيكل لحوت الباسيلوسورس في الوادي، ومن هنا جت تسمية وادي الحيتان. تم إعلان محمية وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي من قبل اليونسكو في عام 2005، و2008 تم افتتاحها رسمياً للجمهور. دي جمجمة وبعض فقرات حوت الباسيلوسورس اللي اتلقت في المحمية وبقت جزء من الحجر الرملي الصلب. وده باسيلوسورس معلق في التكوين الصخري اللي قدامنا ده. الهيكل كامل لحوت الباسيلوسورس في المتحف المفتوح، ودوت هيكل للجودون أتروكس، وبرضو الجودون أتروكس كمان هيكل ليه، وفي كمان هيكل لعروس البحر أو الدوجن. حتى الآن تم توثيق اكتشاف أكتر من 400 هيكل لحيتان وكائنات ما قبل التاريخ في المحمية. دي نهاية جولتنا في محمية وادي الريان في صحراء الفيوم، وشكراً على المشاهدة. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب.